بتفهم شغل السكرتاريا بالله، وكل هالشركة ما في غير الست وردة بتفهم بشغل السكرتاريا. أنا مدير ومضطر يكون عندي سكرتيرة وما في غير وردة بتفهم شغل السكرتاريا. اي لا حبيبي، في سالم شبه من شو بيشكي لك هذا دب، شو بيفهمه بشغل السكرتاريا؟ معه بيفهم. شوفي آخر مرة فهمك فيها لعنت تتدخلي بشغلي والفضايح بالمديرية ما بدي اياها، وطي صوتك واسكتي. أنا لا ما رح اسكت سيد جميل، على فكرة أنا بعرف الموضوع من امبارح واستنيت تخبرني عسى ولعل، بس السيد جميل مخبي جواته نية سيئة وهيك بان على حقيقتك خنت الثقة والأمانة اللي منحتك إياهم، على كل رح دفعك ثمن مساوته. حاطت ايدي على قلبي ما تكون هالمجنونه ضابه اغراضها وطالعه برات البيت. لك كله منك ومن خططك الخنفشاريه. هلا مني ولا منك؟ لك يا ما حذرتك قلت لك، لك يا جميل لا تلعب بالنار بتحرق اصابعك، شحو مو بس اصابعك رح يهب البيت كلياته. هلا رح تساوي لي طاغور وتعطيني نصائح؟ عم اقول لك لاقي لي حل لمشكلة غيرة مرتي علي. ما بدنا بالاول نلحق مرتك قبل ما تضب اغراضها وتطلع من البيت، وهات بقى لنقنعها شيل فكرة الطلاق من راسها، ساعتها فكر لك بحل. معك حق، راح تسوق، الله يستر. مرحبا طارق. اهلين، يلا روح نمشي وقفي تاكسي وراك. على راسي. من أيوة. من ابو عبده الى ام محمود، من ابو عبده الى ام محمود. بقى معك انا. الجيجي طلعت على البيت وكثير معصبه وقال بدي اروح اجيب لها تاكسي، ما انت استلميها من فوق. بديك باجي. والسيطان لساته بالمدرسه. ماشي، وينك ابو عبدو؟ الشو جيب لي كروس كبريت طريقك. لا خلتو خلينا اجيب لك قداحه احسن لك. لا ماني شي منه، انا مش هيدي ومنه بفرشه ثاني. بلكش يعني ثاني. لك شي ثاني؟ ايه على راسي، الله معك. يا جميل بتطلقني؟ لا ما بتعملها، بتحبني بعرفك بتحبني، بس مع هيك لازم اعملها درس ما بتنسى. يا غالي طفعلي. اوف شو في هالعجقة؟ لك شو بدنا بالعالم؟ مو نطلع نشوف هالمصيبة اللي ولي؟ طبعا. لك شو مين هاي؟
لك مو هنا وجي يلا طول يلا طول سيارتي ناولني الشنطه وانت ضربتها مو هيك لك انا ضربتها اعطيني اوراق الحاني خد الاوراق شيء ضاع مع الاخت ضاع مع الاخت يمين لفوق يسار لتحت يمين لفوق يسار لتحت يمين يسار لفوق لتحت يمين يسار لفوق لتحت هي لوين هي هي يمين وهي يسار وهدي لفوق والثالثه لتحت يمين وين بدك تروح لك مالي هربان بس لجيب نقالة انت ارتاح نحن بنقوم بالمهمة يا ابني خلينا نجيب النقالة حاضر سيدي يا حضرتك مساعد هذا الرجل اللي ماسكه بايده ما له علاقه بالموضوع مو هو اللي ضربها هذا جوزها بيكون مختلف هو وياها ام ضربها بالسياره مشان يرتاح منها لك يا اخي هذا الاستاذ اسمه جميل الحمصي مدير عام بالدوله لا تهددني القانون هو القانون والقانون يمشي على الكبير قبل الصغير شرف معي شرف لوين وانت شرف معنا لوين على المغفر لوين ليش هو المغفر يا اخي عم يقول لك انا زوجة انا ما ضربتها انا حملتها بالسياره وجبتها لحتى اسعفها هي القصه كلها بهذا الحكي ابقى احكي قدام القاضي شرف لك ليش هو القاضي يا اخي بالمخلوقه واعيه وفيك تسالها ليك فيك تسالها اسالها انا اللي ضربتك انا اللي اسالها اذا قالت انه انا اللي ضربتها على راسي كلبشني وبروح معك على المغفر واذا قالت انه مو انا بدك تفرجيني شطارتها وتكمش اللي ضربها ايش هرب بنسألها ايه بنسألها شرف تفضل تريك ايدي ما حلوة خلص ماشي شرف شرف الثاني شرف معي سعفوني دعسني ضربني بالسيارة رفعني بالتريل زتني على الارض وكسرني يا دكتور دعسه انا وينه دكتور وينه طول 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 دعسه انا دعسني دكتور امسكوا طول طول كان جوزي ليكو جنبك اسأله شو يعني كان جوزي عم تجعلني اسمعت يلا شو استاذ حضرتك جوزها ولا لا هلا هذا الموضوع شخصي وعائلي ما له علاقه بالحادث انت حضره المساعد بس بتسألها انا اللي ضربتها بالسياره ولا مو انا اسألها طيب مدام الاخ هون هو ضربك بسيارته ولا واحد تاني اسمعت يا دكتور تغيلك ليه لك شو هو خربتي بيتي كنتي غابت عن الوعي دكتور اذا بتريدوا تنتظروا برا 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 طيب دكتور شرف مع شرف دكتور هلا ما عندك ممرضين بدل هالممرضات بعتقد بعد ما المدام غابت عن الوعي فما عاد فينا نعرف مين الفاعل كنت انت ولا غيرك المعنى بدك تضل عنا لبكره لحتى تستعيد المدام وعيها ونعرف مين الفاعل شو عم تحكي احكي لك كل الوزير شو بك يا جميل سيادة مساعد معه حق هلا اذا كل مجرم بيقول انا ما دخلني وانا بريء بتتلت العداله هلا انا صرت مجرم بنظرك انا هلا انا صرت مجرم بنظرك شرف شو بدنا نتفاهموا لوين هون مشان نتفاهم تفضلوا شرف استاذ انا ليش مو غريب علي انا شايفك قبل المره متاكد انت جاي شي مره لعنا على المخفر شو مخفر ما مخفر شو بقى أنا أستاذ وسيم الرئيس أنا كاتب تلفزيوني أنت بتكون شايفني يا أخي بشي مقابلة والله مزبوط مو حضرتك اللي كتبت مسلسل جميل وأنا أستاذ الحقيقة مسلسل كتير 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 حلو أنا سعيد إني تعرفت عليك أستاذ وأنا أكتر وأنا كمان سعيد لدي أول مرة بستفيد منه بحياتي عن إذنكم نشوف المدام شوي تعال هون وين رايح دكتور وما هيك آخ يا دكتور محاولة قتل آخ رفعني متريل لفوق وزتني على الأرض
كسرني. شلونك هلا؟ اخ يا دكتور اصبعتي عم تجاني. معلش جلسين السلطري. اذا تركت الشرطه تقبض على جميل وانا بالمستشفى، اخ مين بده يدير باله على الاولاد؟ احسن شي يحكي الحقيقه ونفذه من الموضوع، بعدين بشوف شغلي معه. دكتور هلا الشرطه قاعده برا لساتها؟ لساها موجودين. دخيل عينك دكتور، قل لهم يجوا لهون بسرعه، لانه بدي اقول لهم مين اللي طلعني ورفعني مترين لفه وزني على الارض وكسر لي اصبعتي يا دكتور. دخيلك يا دكتور. طيب 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 على عيني. عبير اعطيني مساعد. حبيبي بتعرف استاذ؟ بتعرف استاذ؟ أكتر شي عجبني لما جوزها بيقص حاله من رقبته مشان تغار عليه مرته، بتقوم هي ما بتغار. أحلى شغلة. بس بدي أسألك، من وين استوحيت شخصية الحمار؟ يا حبيبي مساعد، يعني أنت ليش عم تسميه حمار؟ شو ما عجبك؟ يا سيدي ستين حمار. لك في حدا بيكون عنده هيك مرة؟ لك سكرة، لا بتسأله وين رحت ولا بتسأله وين أجيت، قال شو بيعمل كل هالفصول هي مشان يخليها تغار منه؟ ايه حمار. وين رايح؟ بدك تهرب ما هيك؟ لا بدنا نسأل مدموزيل شلونها هلا؟ طمن. لا الحمد لله صارت كثير كويسة. ايه الحمد لله. مدام عاوزك لو سمحت. انا؟ ايه شرف. ايش عليك نسألها قبل ما تغيب على الوعي؟ شرف. انت ليش ما شاركتنا الحديث؟ يعني هو واقف هيك متنح مبوز منا، شو مو عاجبك المسلسل؟ على مهلك عليها شوي شوي اذا بدك تأمر دكتور. تفضل. شرف. انه الحمد لله على سلامتك مدام. دعسني الله يسلمك. دخيلك حضرة المساعد، اسألها قبل ما يرجع يغط على قلبها مين اللي طرق. اسألها اسألها. طيب مدام انت شفت السيارة اللي ضربتك؟ شفت؟ مدام ما جاوبتيني، انت شفتي السيارة اللي صدمتك ولا لا؟ شفتها. طيب بتقدري تقولي لي شو موديلها؟ شو لونها؟ آخ بقدر الحمد لله بتقدر. اسألها. طيب بتقدر تقولي لي شو موديلها؟ مرسيدس. عم تمزح. المرسيدس دويرة. ايوه بتعرف مين. عم تمزح. أرجوك أستاذ لا تحاول تأثر على إفادتها. حاضر. قولي لنا مدام شو لونها السيارة؟ أخ بس لو ما كانوا الأولاد بدهم يتشنططوا كنت قلت السيارة كحلي وخليت الشرطة تشحطك شحط على المخفر يا جميل. ما جاوبتيني مدام شو لون السيارة؟ يلا حمرة. يا الله أكبر الله أكبر، ظهر الحق وزهق الباطل. شكرا. الله يعطيك العافية. الله أكبر يا هنو الله أكبر. شلون بدي كافيك؟ ليه بعد عني جميل؟ لا تقرب علي، إذا بتقرب خطوة واحدة بس بغير أقوالي بقول إنه أنت اللي ضربتني بالسيارة ورفعتني بالتريلا فوق وكسرت لي إصبعتي وشو بدي أعمل؟ لا لا